انت روح اشتغل عند بالفور، روح توكل على الله. وين؟ روح اشتغل عند بالفور. يعني توقيت إغلاق هذه الشركات أو اقتحام أو قرارات إغلاقها يعني بتأتي في مرحلة حساسة بيعيشها الشعب الفلسطيني، وهي المصالحة والخطاب الفلسطيني على وسائل الإعلام ما بين الأطراف الفلسطينية هو خطاب إيجابي وخطاب يعني حنون وخطاب عاطفي تجاه بعض، ويبدو أن هذا يزعج الإسرائيليين جدا. وتأتي فكرة شل الخبر الفلسطيني عن وسائل الإعلام بهذه الفترة، لأن الخبر الفلسطيني أيضا تقدم نوعا ما على أخبار حتى لحظات سورية، يعني أخبار المصالحة وأخبار وضع رجوع الوضع طبيعي ما بين الفصائل، أو على الأقل الحديث عن المصالحة بشكل إيجابي. تقدم الخبر في وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية، ويبدو يعني مأكد أن هذا أزعج الإسرائيليين. شل الإعلام الفلسطيني شل وسائل الإنتاج لهذا الخبر الفلسطيني على الأكيد يعني بيخدم الإسرائيليين، والله يستر يعني مدفونة إسرائيل كمان يعني تحضر لخطوة ما.